السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اخواني. نرجع لموضوع تشغيل السياره عن بعد. في سؤال ورد من الشباب في حال اذا كان باب السياره مفتوح. في كان حال سياره بابها مفتوح، هل السياره تشتغل او لا؟ فالجواب السياره ما تشتغل. لاحظوا معي، لان اصلا اساسا السياره قبل ما تشتغل لازم تكون الابواب مغلقه مقفوله. فجربنا ان نشغل احنا السياره لكن السياره ما اشتغلت. فالان لو سكرنا الباب أغلقناه ونحاول نشغل السيارة، ننتظر ما اشتغلت السيارة. ليش؟ لأن السيارة فيها المفتاح. إذا هذه السبب الثاني اللي يخلي السيارة ما تشتغل، إذا كان المفتاح موجود داخل مكان التشغيل. نرجع مرة ثانية، المرة الثالثة عفوا، شغل السيارة نفس الطريقة اللي خبرتكم عنها في الفيديو السابق. وننتظر اشتغلت السيارة. إذا ردنا على الشباب في حال إذا كانت السيارة، طبعا أفتح السيارة بالريموت، أفتح الباب يعني، أفتح السيارة، لاحظوا السيارة بندت. إذا في حالة إذا السيارة كان بابها مفتوح فالسيارة أبدا ما تشتغل بجهاز التحكم. الشيء الثاني، إذا كان مفتاح التشغيل موجود داخل مكان التشغيل مثل ما شفته قبل شوية، أيضا السيارة ما تشتغل، غير ممكن أننا نشغلها عن بعد. جزاكم الله خير، شكرا على المتابعة وشكرا على الدعم، الله يعطيكم العافية.